الترتيب اللي كان ممكن يحصل عليه اي قوات اخرى، بمعنى انه الحاملتين دول، الحامله اللي احنا عليها وحامله الاخرى، كان المفترض انهم يروحوا للقوات الروسيه، روسيا كانت هي اللي واخدهم، وهم اصلا صمموا وتجهزوا وتجهيزهم كله لروسيا. ولكن لما حصل مشكله ما بين الاتحاد الاوروبي وروسيا بسبب ازمه القرن، تم منع التسليح او وقف اي صادرات اسلحه الى روسيا، وبالتالي توقفت هذه الصفقه. مع توقف هذه الصفقه كانت روسيا دافعه في كل حامله طائرات من دول مليار و200 مليون يورو. اعادت فرنسا الاموال الى روسيا، وتم البحث عن مصدر لشراء هاتين الحاملتين. دخلت مصر في مفاوضات مع فرنسا فورا، الرئيس عمل مفاوضات ضخمه جدا الى ان تم التوافق مع الجانب الفرنسي، ولهم كل الاحترام، صفقة محترمة جدا لمصر ب 950 مليون يورو. اذا حصل تخفيض كبير جدا في الصفقتين نتيجة للتفاوض اللي تم بين الرئيسين والجهات المعنية ايضا. فبالتالي بدأنا احنا ما دخلنا على الخط اخذنا هاتين الحاملتي الطائرات التي انضمت منهم هذه الحاملة، اصبحت الان مصرية بامتياز بعد رفع العلم المصري. الفرد المصري او المقاتل المصري والضابط المصري اللي اشتغلوا على تدريب على هذه الحاملة كانوا بيسألوا، خدوا تدريب 4 أشهر فقط لا غير. قوات اخرى الروس مثلا على سبيل المثال كانوا مقررين التدريب هيكون ليهم 8 شهور، المصريين خلصوا تدريب بتجهيز بانهم كل حاجة عارفين بسم الله ان شاء الله كل مسمار في هذه الحاملة. الحاملة ديت عشان حضرتك تبقوا عارفين كده، دي بلد، انا زي ممكن قلت لكم قبل كده الحاملة دي قلت لكم بكررها تاني، نص قطر، انا بعني الكلمة على فكرة مش هزار، بلد، انت بتتكلم على بلد حاملة طائرات بسم الله ما شاء الله، طولها 200 متر عرضها 32 متر 12 دور 12 طابق، متخيل 12 طابق يعني ايه؟ فكل مسمار في هذه الحاملة كل واحد شغال هنا عليها اللي هم عددهم 180 ضابط وفرد من قوات البحرية يعرفوا دلوقتي كل كبيرة وصغيرة في هذه الحاملة خلال 4 شهور. والله العظيم اللي انا في منتهى السعادة انه قال لك بص احنا جينا هنا، وفيهم ناس بيقول لك لأول مرة نسافر بره مصر ونيجي فرنسا ونتدرب، احنا كان عندنا عزيمة وعندنا اصرار اننا هنتدرب على هذه الحاملة واحنا نرجع بيها لبلدنا، مش الفرنسيون يرجعوها، احنا نرجع بيها لبلدنا. وثانيا ان احنا جايين وعارفين يعني ايه اهمية السفينة ديت او الحاملة ديت تكون ضمن قواتنا او مع او 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 في منظومة قواتنا المسلحة. قالوا ان احنا ما كناش بننام الليل، والله العظيم بيقول لك احنا القوة اللي كنا بنشوفها وان احنا حبنا للتدريب وحبنا لبلدنا وحبنا ان احنا عايزين نعرف كل حاجة فيها، خلاص لان انا مش عايز حد بعد كده يبقى معايا، دي بتاعتي، فانا عايز احافظ على كل حاجة ولازم افهم كل حاجة واعرف كل حاجة في هذه السفينة. كل واحد متخصص في مجال فهمه بالظبط كما يقول الكتاب، زي ما حصلوا على التدريب الحمد لله النهاردة بيقول لك ان انا بعمل ده وانا سعيد ان انا بعمل ده وما كناش بننام عشانكم. يعني قالوا ان احنا ما بننامش عشان المصريين، عشان احنا دورنا ندافع عنك. كلهم شباب، كل اللي هنا شباب اللي تلقوا التدريب هنا، ولادكم واخواتكم المصريين هم اللي تلقوا التدريب، دول كلهم جيل شباب. وقال لك انا جاي هنا من ضباط رتب صغيره لرتب لحد عقيد اللي هم بيتكلمونا، ومن افراد اللي شغالين على ضمن الطاقم الخاص بهذه السفينه كلهم بيتكلموا قد ايه بالحب، قد ايه ان انا سايب، مش سايب بلدي، لا، ما انا جاي بشتغل عشان بلدي، ما انا جاي عشان المصريين، لانه ده بيدافع عن المصريين، الحامله ديت بتدافع عن حضراتكم. فتخيل هو بيقول لك ده، ان انا رساله ليكم، وهم كلموني عشان انا اللي حضراتكم، لان هم ممنوعين من الكلام، ممنوع اي حد يتكلم خالص، وده طبعا القوات المسلحه.